خليني أحكي ببلد الرأي الآخر فيه مرفوض. الحد الأقصى لكل إجابة هي دقيقتين. فيما لو علي صوتكم وصل للزيح الأصفر والزيح الأزرق، رح تغادروا الكرسي وبتعطوا المجال لحدا تاني يقعد محلكم. فيما لو قاطعتوا الخصم أكتر من 3 مرات بتغادروا وحدا تاني كمان بيقعد مكانكم. بحق لكم تستعينوا مرة واحدة باتصال من أحد الأشخاص، إبراز وثيقة بتدعم اللي عم تحكوه، وكمان التواصل عبر زوم أو سكايب. عندكم الجرأة تسموا سياسي واحد بتحاسبوه؟ جبران باسيل. كل طائم الحريرية السياسية. هل بعض الأشخاص الثوار بدهم يوصلوا للسلطة؟ أكيد طبعاً. حتى نغير لازم نستلم السلطة. في انتربشن وخلص؟ كل شيء بدأ. خليني أحكي.